سرطان الثدي غير حياة لوان دوريا، وهي الآن تتبع كل الإجراءات الوقائية المتاحة لمنع تكراره، وهي تؤمن من خلال تجربتها الشخصية بأن الرياضة تنقذ الحياة بالفعل. فالزيادة في الخلايا الدهنية تعني زيادة مباشرة بمستوى الأنسولين وهرمون أستروجين في جسد المرأة، وهما مادتان تساعدان على نمو الخلايا السرطانية. الرياضة تغير محيط الخلايا، وهي تحافظ على مستويات ثابتة لمواد كيميائية وهرمونات تغذي الأورام السرطانية. الرياضة تحد كذلك من التوتر وتاليا من الالتهاب، وهما عاملان أساسيان في نمو الخلايا السرطانية. هذه التفاصيل أكدتها دراسة جديدة نشرت في مجلة علم الأوبئة، شملت 4000 امرأة مصابة بسرطان الثدي، وأظهرت أن خطر الموت قل بمعدل النصف عند اللواتي يمارسن الرياضة، خصوصا عند اللواتي يتمرن 3 إلى 5 مرات في الأسبوع. ديالا أبي زيد دويه، العربية.